نحب نهني الاخوه الاغباب بسبب شم النسيم يعني، ونقول لهم احنا الحمد لله موفرين منتجات فسيخ ورنجه وسردين وملوحه كلها باعلى المعايير ان شاء الله. الفسيخ ما تغيرش سعره، الفسيخ زي ما هو في تناول 180 جنيه و190 جنيه، وفي اقل شويه بيبقى ساعات 170 حسب حجمه. والرنجه في عندي اسعارها 60 و65 والملوحه سعرها 150. المبيعات كانت بتبقى اعلى من كده لما بيكون اليوم كامل، لكن طبعا هو نص يوم واغلبيه الناس مش عايزه تنزل من البيت طبعا بسبب كورونا، فطبعا احنا عذرينهم لذلك يعني. فبيبدا هو الزبون يطلب دليفري، اللي بنقدر نوديه نوديه، واللي بيبقى صعب بنكنسل. الفسيخ طبعا هو لازم يشتري من مصدر موثوق منه، ده اول حاجه، ده لازم يكون عارف هو بيشتري من عند مين. وتاني حاجه ان هو يبص على منظر السمكه، يشوف السمكه جسمها قشور عليه ويكون غيشومها واضح ويكون لونه بيدي على روش شويه، وبيبقى في نفس الوقت ريحتها مقبوله.